تفاصيل فيديو هذه السوشيال ميديا لفتاة مكبلة من قدميها والداخلية تكشف التفاصيل المهمة وعاجل حقيقة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز. بننشر لحضراتكم مفاجأة، وعاجل الحكومة تصدر أول بيان بعد رفع أسعار البنزين وتوجه رسالة هامة جدا للمواطنين. والتحريات تكشف تفاصيل جديدة بعد العثور على جثتين عاريتين للشاب وفتاة داخل سيارة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيه تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، والتحريات تكشف تفاصيل جديدة بعد العثور على جثتين عاريتين لشاب وفتاة داخل سيارة. كشفت تحريات قوات الأمن المصرية تفاصيل جديدة بعد العثور على جثة شاب وفتاة عاريين داخل سيارة مغلقة. التحريات أوضحت أن الأمر لا يزال قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية والقضائية لحسم أسباب الوفاة، لكن قوات الأمن استبعدت وجود شبهة جنائية في وفاة سائق أوبر وصديقته. رجحت التحريات أن الوفاة سببها الاختناق، خاصة أن التحريات توصلت إلى أن سيارته متوقفة في محل مستأجر بمعرفته يستخدمه كجراج، وكان باب السيارة مغلقا من الداخل. وبكسره عثر على جثة الشاب البالغ من العمر 27 سنة بالمقعد الخلفي نائما، وبصحبته فتاة 21 سنة تربطه بها علاقة عاطفية. أفادت التحريات أن قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا في يوم 17 يوليو الحالي يفيد باختفاء شاب عمره 27 سنة بسيارته الملاك التي يعمل عليها في شركة أوبر، وأن مقدمة البلاغ والدته البالغة من العمر 56 سنة، ولم تتهم أي شخص بالتسبب في اختفائه أو اختطافه. وبالبحث تبين أن الشاب تقدم لخطبة هذه الفتاة لكن أسرتها رفضت زواجه منها، وأن أسرتها سبق وأن حررت بلاغا بغيابها عن المنزل. أوضحت المعاينة أن جثمان الشاب وجثمان الفتاة كانا في حالة تعفن ولا توجد بهما أي إصابات، وبحوزتهما جميع متعلقاتهما الشخصية من هواتف وحافظات نقود. المصادر الأمنية قالت إن أسباب الوفاة سيحسمها تقرير الطب الشرعي، فهو التقرير الفني الذي يوضح سبب الوفاة من خلال التحاليل والفحوصات الطبية، وأن جهات التحقيق تنتظر نتائج تقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية. المصدر معنا كان من RT. يعني في البداية حابب أقول كلمة صغيرة، ربنا يبعد عننا الحرام يا رب إن شاء الله. ويعني طلب من الأهالي والأسر، يعني لو شاب ذو خلق ويعني محترم جي يتقدم لبناتكم، فياريت إنكم تسهلوا عليه هذا الأمر، لأن دلوقتي عشان الحرام للأسف بقى أسهل من الحلال. فياريت يعني رجاء شخصي من الأسر المصرية والعائلات، يعني أتمنى يكون في تسهيل أكتر على الشاب اللي جاي يتقدم، واختيار الشاب يكون على خلقه وحسن سيره. أتمنى يعني يكون طلبي خفيف على حضراتكم، وربنا يحفظكم ويحفظ إخواتنا وولادنا إن شاء الله، وربنا يغفر لهم إن شاء الله ويرحمهم. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل الحكومة تصدر أول بيان بعد رفع أسعار البنزين وتوجه رسالة للمواطنين. وجه وزير التنمية المحلية في مصر محمود شعراوي رسالة للمواطنين في مصر بعد زيادة أسعار البنزين وتساؤلات حول رفع أسعار النقل العام. الوزير المصري أكد عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس والتاكسي بجميع محافظات الجمهورية بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا فقط دون المساس
بأسعار السولار. وزير التموين المحلي المصري وجه المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسيرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي سيرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقا، وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. شعراوي شدد على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السيرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن هذا يعني الملصق خط سير الأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم الخطوط السير. كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات. وزارة البترول المصرية كانت قد قالت إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسها في أكتوبر 2019 بعد استكمال إصلاحات الدعم الاقتصادي. المصدر معنا كان من الوطن، فيما معناه عشان أبسط على حضراتكم، السولار ما زادش سعره، السولار زي ما هو. فإذا يعني ميكروباصات السيرفيس وميكروباصات النقل الجماعي ما ينفعش إنها تعلي في أسعار يعني الركوب. فحضرتك لو لقيت حد معلي سعر الركوب للميكروباص، حضرتك ممكن تبلغ الجهات المختصة وهم هيقوموا بعمل اللازم. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتفاصيل فيديو هذا السوشيال ميديا لفتاة مكبلة من قدميها والداخلية تكشف التفاصيل. كشفت الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات نشر مقطع فيديو تظهر خلاله فتاة بالعقد الثالث من عمرها مكبلة بسلسلة حديدية من قدميها بسرير داخل منزل ومصابة ببعض الكدمات. بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد من تحديد هوية الفتاة المشار إليها، وتبين أنها طالبة جامعية مقيمة بدائرة مركز شرطة الفرافرة بحسب بيان وزارة الداخلية. التحريات أضافت أن والدها قيدها بالمنزل لوجود خلافات أسرية، وسابقا تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ورفضت الأسرة ذلك وقيدتها في محاولة لمنعها من التواصل مع الشخص المذكور. بعد تقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الفتاة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو مشار إليه. وأيدت الفتاة ما جاء في التحريات رافضة اتهام والدها بالتعدي عليها أو تحويلها لتوقيع الكشف الطبي عليها. المصدر معنا كان من مصراوي، يعني تقريبا نفس المشكلة اللي فاتت. يعني برضو هقول تاني وآخر مرة، معلش يعني استحملوني، نحاول ان احنا دام الشخص ذو خلق ومحترم بتربي وابن ناس، يعني نحاول نسهل على الشباب الزواج عشان لما نسهل على الناس ربنا يسهل علينا بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل حقيقة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، وبننشر يعني مفاجأة وخبر صار. نفى الإعلام المصري رامي رضوان ما تم نشره على وسائل إعلامية عن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز. ودعا رضوان في تدوين على فيسبوك وسائل الإعلام للتحقق من الأخبار قبل نشرها، أشار إلى أن كل ما تم نشره في هذا الأمر غير صحيح. الفنانة دلال عبد العزيز دخلت المستشفى منذ أواخر شهر إبريل الماضي، أي ما يقرب من 70 يوما. الفنانة تعاني من تليف في الرئة بسبب إصابتها بالوباء، كما تعاني من مضاعفات ما بعد الوباء. مصدر معنا كان من أرتي، ربنا يشفيها إن شاء الله ويقومها بالسلامة، إن شاء الله تقوم لنا بخير الفنانة كبيرة دلال عبد العزيز. طبعا للأسف يعني امبارح يعني جريدة، مش عاوز أذكر اسمها، بس جريدة كبيرة جدا نشرت إشاعة إن الفنانة دلال عبد العزيز توفت. هذا الأمر طبعا للأسف تسبب في قيام عدد من الصفحات، وأنا للأسف يعني غلطت في هذا الأمر ولكن كذبت الخبر وأعلنت إن دي إشاعات. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم بإذن الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.